انت ايه رايك في العيال السرسجيه والاشباح؟ عيال شبح مش عارفه يعني الواد مخلص. عجبتني السرسجيه. هم دول الموجودين حاليا يا بشوفهم كتير جدا. لا دول تقريبا كل يوم بشوفهم تقريبا. بيبقوا عاملين ازاي؟ وصفهم لي كده من ناحيه ايه؟ شكلهم؟ نبتدي بالشكل. بص هقول لك، هو بيبقى مسلوع كده او مش مسلوع يعني، وتلاقيه لابس بنطلون بيتفرتك عليه كانه كارينا بيتفرتك. يعني هو بنطلون هو جلده لازق في بعض. تاني الضروري في السروال تيشيرتات طويله، لازم بنطلون مقطع، لازم يبقى شعر رجله باين في البنطلون. الحمد لله مش باين يبقى استرسجي. تيشيرت واكتريته الابيض اللي لازم مثلث كده ومن الجراب عامل فراغ كده يعني شكل مسخره. انا اصلا ما لبسهوش، تلاقي السمانه البنطلون قافش في السمانه جامد كده ما بيستباش، او لابس عليه هاف فوت تمام. ضروري برضو الهاف فوت لازم، ومشمر الكم قوي من حد هنا، او لو لابس شميز يبقى قافله كده يبقى عامل فيونكه هنا كده. مين شعرهم ازاي؟ شعره يعني تقريبا يعني واخد الدعفه بتاع بيته لازقها في دماغه. ما عندوش اي، سبحانك يا رب، ما فيش اي علامه من هرمونات الذكوره بتبان عليه خالص، ما فيش. اللي باين لي اليومين دول حواجبهم. حواجبه؟ طبعا. بيعملوا ايه بقى؟ بيعمل حواجبه. بيعمل حواجبه؟ مداير حواجبه. مداير حواجبه؟ عاملهم. عامل حواجبه يعني. بيعمل حواجبه ازاي بقى؟ بيرفعها ولا بيعملها العريضة؟ بيحددها. وفي اللي تو بدوت يحطوا فاونديشن وكده يعني. بيحطوا فاونديشن والله؟ أنا عايزك تقلدهم لي بيتكلموا ازاي العيال الأشباح والسرسجية. هجيب لك طريقة. اتفضلي أنا مستني. أيوه. مع الغمزة دي. فاهم اللي هو لازم يعمل بقه كده. بعيداً عن بقهم اللي مرفوع على طول. ازاي؟ الشفة دي يعني في حد شاددها. ماشي، حركة ايده والتشويح ده لازم. هو السرسجي وهو بيتكلم واد عايز يعمل فيموس وهو بيعاكس مثلا. في فرق. فبيعاكس ازاي بقى وهو فيموس؟ لا هو السكر ده يا لهوي والله العظيم كتير قوي حبيبتي، وحشتيني قوي. واحيانا يقول لك السكر ده والله العظيم انت كيوت، يا ريتني كنت الشوز، يا ريتني كنت ال يعني السرسجية عندكم في ليبيا بيعملوا ايه؟ ليبيا في اللي هو كيوت وفي اللي هو بيئة. وبيكلم ازاي بقى اللي هو ده الكيوت بقى في ليبيا؟ بيكلمه ازاي بقى اليوم طريقة كده؟ شجو حبيبتي استحشتك هلبة اليوم، شبحتك ما فتحتيش النت. يعني كيوت مصر أحسن ولا كيوت ليبيا أحسن؟ لا لا ليبيا أحسن طبعا. إيه أشهر جملة للشبحانة أنت فاكراها؟ أحلى بس على فخادك حبيبي. الرجولة أدم مش عايز تكتب. بص يابا إحنا على وضعين، على وضعنا لحد ما نقابل ربنا. أنا حبها ماشي في الخلاط.